يعني انا قاعده اتخيل معاكي. اولا يعني انا عايزه اقول لكم ان انا في اصعب لقاء، يعني وجود مدام سلمى قدامي يعني هي بالنسبه لنا قيمه كبيره جدا في التلفزيون، وكنا يعني كلنا يعني كاعلاميين نتمنى نبقى يعني زي مدام سلمى، لانه مدام سلمى كمان دخولها التلفزيون كان دخول مميز جدا، لان هي جاءت من الاهرام صحيفه عريقه اجيال بقى قويه مسنوده زي ما انتم سامعين بتقول لكم نجيب محفوظ ويوسف ادريس مع حفظ الالقاب طبعا زي ما حضرتك قلت. لكن دخلتي التلفزيون في ظل بدايات قويه جدا، والناس كلها العيون مش بس في مصر، العالم العربي عايز يشوف التلفزيون المصري هيقدم ايه. هو بصي انا يعني بجد يعني بشكر ربنا على انه كان عندي حظ حقيقه كبير قوي، يعني حظي ان انا اعيش في بدايتي في بدايه حياتي مع المجتمع يعني مخملي طبعا الحقيقه. أو ده اول برامجك ايه مدام سلمى كانت هنا في ماسبيرو؟ ابتديت في برنامج كانت بتقدمه أماني ناشد بجلالة قدرها يعني. طبعا. فدخلت في البرنامج اللي كانت بتقدمه أماني ناشد ومع الأستاذ مفيد فوزي ومع الأستاذ رؤوف توفيق. في الإعداد. نعم. كان هما بيقوموا برئاسة التحرير البرنامج. كان هما كل واحد أسبوع. وما خدتش شهرين فندهولي الأستاذ مخرج الكبير محمد سالم، قال لي انت هتعملي النادي الدولي مع سمير صبري. ايوه. فالنادي الدولي ده يعني مصر كانت بتبقى فاضيه، الشوارع فاضيه طبعا. لما خليني اقول لكم النادي الدولي ده زي سهره تلفزيونيه عظيمه. بالظبط. سهره يعني التلفزيونات في العالم دلوقتي التقدم بتاعها بقى هو النادي الدولي. صح. مثلا لو اتكلمنا عن المذيعين دلوقتي او الوان مان شو اللي بيطلعوا دلوقتي زي جيمس كوردن مثلا او لاري كينج. نعم. لاري كينج مثلا. ايوه. كل الناس دي، بس دول متحركين اكتر كتير. يعني هو دلوقتي ده النموذج، هو كل البرامج دي بتلاقي ان هم بيقدروا يحاوروا في سياسة، يرقصوا، يغنوا، يمثلوا، متحركين جدا. وفي نفس الوقت البروجرام قايم على شخصيتهم، وده كان سمير صبري. صحيح. يعني البذرة الاولى. نعم. البذرة الأولى. أيوة. لهذا الفكر. صحيح. اللي موجود اليوم. أيوة. يعني عاوز أقول إنه الفكر كان موجود يعني، والبرامج يعني البرامج كلها كانت فن البالي مثلا، فن السينما في زوم، فن المسرح، فن. صحيح. يعني هو كان فنون وكان ثقافة. وبعدين كان برضو الانترفيوز لما بتتعامل مع مثلا طه حسين، العقاد. يعني تلاقي في الاستوديو ضيفك طه حسين او العقاد. انا عماله اقول اسماء ناس يعني. صحيح.